خلاص يا باشا، انا اتعمل وريني انت عايز ايه. عايز كانت في الكاميرا بس الاوديو شغال. شفت الموضوع كله بوست اهو. طب دخلني بقى على زومبا عشان انا ايه، انا ليا في الشرح وخلاص. فين بقى ليال؟ فين الولاد يا كباتن؟ حد دخل يسقف. يلا قولي الو الو. اسمع كلامك خد دي بدايه معايا. المفروض الو فين؟ ولاية سبعين. يا ولاد اللي سمعني يرد عليا. اي مس. طيب تمام. والشاشة ظاهرة قدامكو؟ طيب ماشي، ثواني بس نقبل باقي زمايلكو وابدا السيشن. لا انا بقول لك تعالى كده بس عشان الناس لسه بتدخل. مين بقى بتقبلهم؟ بس هو حضرتك عشان كمل درس الكومبلمنت. ميس لو سمحنا حضرتك مش هنكمل درس الكومبلمنت. ميس انت شغلت ايه؟ لا مش عندي. ده عند الولاد. يا ولاد اللي مشغل حاجه اقفلها ولا نقفل الصوت عليكم. بصوا انا هقفل الصوت عليكم، لو عايز حاجه اكتبها في الشات احسن. ميس حضرتك ما ادتناش درسين. الشات بقى من هنا بص على دي شايف. جود مورنينج. دلوقتي يا اولاد احنا هناخد اخر ليسون تمام كده. تمام انتوا سامعيني؟ طيب لو في اي حاجه اكتبوا لي على الشات. دلوقتي احنا هناخد ايه؟ هناخد الديفرنس. الديفرنس بتوين تو سيت. يعني ايه ديفرنس بتوين تو سيت؟ يعني الاختلاف بينهم. شايفين علامه الماينس دي؟ هي دي اللي بقول عليها ديفرنس. تمام؟ فلما اقول لك مثلا اكس ديفرنس واي، يعني ايه اللي موجود في السيت اكس مش موجود في السيت واي؟ لو جيت قلت لك y ديفرنس x يعني ايه؟ يعني ايه الاليمنت اللي موجوده في السيت y ومش موجوده في السيت x؟ طيب تعالوا نشوف الاكزامبل اللي قدامنا ده بيقول ايه. انا عندي سيت x اللي انتم شايفينها دي، وعندي سيت ثانيه y زي ما انتم شايفين كده. عايزه اول حاجه x ديفرنس y. يعني ايه ديكس x ديفرنس y؟ يعني ايه هي الاليمنت اللي موجوده في x ومش موجوده في y؟ طب انا عندي الاكس عباره عن ايه؟ عباره عن ال1 وال2 وال5 وال7 وال4. طيب ايه هم الجزء اللي موجود في اكس ومش موجود في واي؟ ال2 وال5. يبقى ال2 اليمنتس الموجودين في اكس ومش موجودين في واي ال2 وال5. تمام. تعالوا نشوف بقى لو انا عايزه الواي ديفرنس الاكس. يعني ايه هو الواي ديفرنس الاكس؟ يعني الاليمنت اللي موجوده في واي ومش موجوده في اكس. ايه هي الاليمنت اللي موجوده في واي ومش موجوده في اكس؟ اللي هو الجزء اللي بعيد عن السيركل اكس ده، اللي هو 0 و3 و6. طيب احنا لاحظنا ايه هنا؟ لاحظنا ان الاكس ديفرنس واي، ايوه برافو عليكم، مالها؟ مش هي هي الواي ديفرنس الاكس. تمام، مختلفين. تمام برافو عليك يا حبيبه ويا هنا وحبيبه محمود. اوكي تمام كده. يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه ديفرنس، يعني الفرق المختلف بين الست الاولانيه والست الثانيه. تمام. طيب في اي حاجه، في حد مش فاهم جزء الديفرنس ده يكتب لي بسرعه بس عشان ايه وقت السيشن ما يضيعش. لو في حد مش فاهم حاجه في الجزء ده يقول. ها تمام اوكي كله اوكي، اكتب لي على الشات. اوكي
نشوف الجزء اللي بعده بقى. انتوا قلتوا ان انتوا فهمتوا تمام. يلا تعالوا نشوف بقى نعمل ايه, نحل مع بعض. طيب شايفين فيجر 1 ده اكس واي اللي انا بشاور لكم عليه ده. تمام انا عندي الاكس اهي والواي اهي. طيب عايزاكم بقى تكتبوا لي بسرعه. يلا عايزه الاكس ديفرنس واي. ايه الاكس ديفرنس واي؟ برافو يا نوران. مين تاني؟ لا هنا ناقص اليمنت حمزه. برافو. ها الباقي ايه النمبرز, ايه الاليمنت اللي موجوده في اكس ومش موجوده في واي؟ تعالوا نشوف. هم 7 وال5 وال4 تمام. جاسر برافو. لا بصوا يا اولاد خلي بالكم ان احنا لو كتبنا 2 اليمنتس وهم 3 كده هننقص, فاحنا نتاكد نكتب كل الاليمنتس مع بعض. طيب تعالوا نشوف الثانيه. واي ديفرنس اكس, ايه اللي موجود في واي ومش موجود في اكس؟ هتلاقوها هي ال2 وال1. برافو عليكم طبعا كل اللي شغالين معايا, هنا ونوران وحمزه كل دول تمام وحبيبه. برافو عليكي وجاسر تمام. طيب تعالوا نشوف الناحيه الثانيه بقى في الفيجر الثاني. هنا اكس واي برضو, ايه اللي موجود في اكس ومش موجود في واي؟ اكس ديفرنس واي. يبقى ايه اللي موجود في الست الاولى اللي هي اكس ومش موجود؟ برافو ال3 وال2 وال1 نوران برافو. طيب لو جيت اشوف الواي ديفرنس الاكس بقى, الواي ديفرنس الاكس ها اكتبوا لي الاجابات بسرعه. الواي ديفرنس الاكس ايه اللي موجود في واي ومش موجود في اكس؟ السؤال الثاني. برافو يا نوران ويا هنا وياسين وهنا وحبيبه. برافو. هلاقيهم الايه؟ ال4 وال5 وال6 وال7. 4 وال5 وال6 منه الله وعلي شريف. برافو عليك. تمام تعالوا نشوف بقى في الفيجر 3. انا عندي الواي سبست من الاكس, يعني الواي جوه الاكس. طيب انا عايزه الاكس ديفرنس الواي. يلا شوف الشطاره. ايه اللي موجود في الاكس ومش موجود في الواي؟ اللي موجود في الست الكبيره اللي هي اكس دي اللي بره ومش موجود في الواي. برافو نوران حمزه. برافو عليكم منه الله. برافو ال3 وال5 وال7 اللي هم النمبرز اللي بره الواي دي. تمام وجاسر برافو عليك. طيب عايزه اشوف مين بقى الواي ديفرنس الاكس, اللي موجود في واي مش موجود في اكس. عايزه اشوف مين الاكسلنت اللي هيقول لي لا 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 لا. برافو عليكي يا هنا, ادي اول واحده جابتها صح. هنا حمزه مفيش حاجه اسمها مفيش يا حمزه, مفيش حاجه اسمها زيرو. احنا قلنا مفيش عندنا اسمها ايه, اسمها فاي. برافو يا علي شريف. برافو تمام. يبقى مفيش حاجه موجوده جوه واي مش موجوده في اكس. ليه؟ لان واي جوه اكس, فكل اللي في واي موجود في الاكس. برافو يا ملك نال اللي هي الفاي بتاعتنا. تمام كده. طيب تعالوا نشوف اللي بعده. احنا كده نعتبر خلصنا خلاص ايه اليونت اللي كانت فاضلنا. فاضل اخر يونت اللي هي يونت 4 اللي هي بتاعه البروبابيلتي. يعني ايه البروبابيلتي؟ نركز بقى مع بعض, سيبوا بقى الشات خالص وركزوا معايا كده. ايه هي البروبابيلتي دي؟ بروبابيلتي معناها بالعربي يعني احتمال, احتمال. طيب تعالوا نشوف كده اكزامبل وهنبدا نشرح عليه البروبابيلتي بتاعتنا. تمام تعالوا نشوف بيقول ايه. ذا اوبوزيت تابلت او تيبل شو, سوري ثواني بس نرجع تاني. إيه التيبل اللي قدامك ده بيبين لنا ايه؟ بيبين لنا الستودنتس ازاي بيروحوا المدرسه, ازاي بيروحوا السكول بتاعتهم. طيب في منهم 10 بيروحوا اون فوت على رجليهم, وفي منهم 15 بيروحوا بالايه؟ بالبابليك ترانسبورت, بالاتوبيس العادي. تمام كده بالباص بتاعنا. طيب وفي منهم 20 بيروحوا باي ايه؟ تاكسي. طيب وفي منهم 5 بيروحوا بالبايك, وفي منهم 10 بيروحوا بالايه؟ بالبرايفت كور. تمام يبقى هنا التيبل اللي قدام لك, اللي قدامك ده مقسم لك الستودنت بيروحوا ازاي السكول بتاعتهم ومديك كل حاجه ليها النمبرز بتاعتها. طيب هو عايز ايه؟ تعالوا نشوف كده. What is the experimental probability of choose a student coming to school؟ عايز البروبابيلتي بتاعت مين؟ بتاعت انفوت. شايفين ايه؟ نركز مع بعض. يبقى انا عايزه البروبابيلتي بتاعت مين؟ الفوت. البروبابيلتي بعمل ايه؟ نمبر النمبر بتاع الحاجه اللي بتكلم عليها اوفر التوتال. يعني انا بتكلم على الفوت, الفوت بكام دلوقتي؟ ب10. طب هم كل البيوبلز بكام؟ هو كاتبها لي فوق كام؟ زي ما انا كاتبه لكم كده 60 ستودنتس. يبقى هم كلهم كام؟ عددهم 60. يبقى انا عشان اجيب البروبابيلتي بتاعت الفوت هحط ايه؟ 10 اوفر 60. تعالوا نشوف كده, تعالوا نشوف اللي بعدها اهي, هيطلع لي 10 over 60. تمام؟ طيب
10 over 60 دي انا عايزه اعمل فيها ايه؟ احطها في السمبلست فورم. طيب يبقى الزيرو طار مع الزيرو هيتبقى لي 1 over 6. هيتبقى لي ايه؟ 1 over 6. طيب نرجع تاني لنفس التيبل. انا عايزه البروبابيلتي بتاعت البايك سوري البابليك ترانسبورت. يلا انتوا اكتبوا لي بقى الاجابه بتاعتها. عايزه البروبابيلتي بتاعت البابليك ترانسبورت. انا قلت بحط النمبر بتاع الحاجه اللي بتكلم عليها اوفر التوتال. يلا اشوف مين هيجاوب معي. يبقى احط كام اوفر كام؟ انا بتكلم دلوقتي على البابليك. برافو عليك يا حمزه. هو حط لي ال15 اوفر ال60. برافو عليك. يبقى هي 15 بالظبط كده لان ال15 ديت بتاعت مين؟ البابليك ترانسبورت اوفر ال60 اللي هو التوتال. برافو عليك يا حبيبه. هي ال15 اوفر ال60 60 مش 16. خلي بالك يا حبيبه انت كتبتيها غلط. برافو عليك يا ملك. برافو عليك يا منى. طيب تعالوا نشوف. طب انا هسيبها كده يا ميس؟ لا عايزه احطها في السمبلست فورم. يعني ايه في السمبلست فورم؟ يعني اشوف ال15 وال60 ايه التيبل المشترك بينهم. هفضل احطها في السمبلست فورم. طب ال15 دي موجوده في تيبل ايه؟ في تيبل 5. وال60 دي موجوده في ايه؟ في تيبل 5. لو عملت 15 ديفايد 5 هيطلع 3 وال60 ديفايد 5 هيطلع 12. تمام يبقى 3 اوفر 12. طب ال3 وال12 موجودين في تيبل ايه؟ في تيبل 3. هعمل ديفايد 3 هيبقى 1 اوفر 4. برافو عليك يا حبيبه. برافو عليك يا نوران. 1 اوفر 4. تمام. طيب تعالوا نشوف اللي بعده. هتكتبوا لي برده الاجابه ماشي. طب انا عايزه البروبابيلتي بتاعت التاكسي. يلا التاكسي كام اوفر كام بسرعه؟ التاكسي كام اوفر كام؟ برافو عليكم 20 اوفر 60. برافو عليك يا حمزه. برافو عليك يا حبيبه. برافو عليك يا ياسين. برافو عليكم. هيبقى كام اوفر كام؟ هيبقى ال 20 اوفر ال 60. طيب هسيبها كده؟ لا طير الزيرو مع الزيرو. طالما زيرو فوق وزيرو تحت هيطيروا مع بعض. تمام هيبقى في فوق 2 وشو فوق وتحت ايه؟ 6. طب ايه هو الكومن تيبل المشترك بين ال 2 وال 6؟ الاثنين ينفع اعملهم ديفايد كام؟ ديفايد 2. هعمل 2 ديفايد 2 هيديني 1 وهعمل 6 ديفايد 2 هيديني 3. برافو حبيبه. برافو نوران. برافو ياسين. اكسلنت. برافو عليكم. طيب تعالوا نرجع تاني نشوف. عايز البروبابيلتي بتاعت البايك. البروبابيلتي بتاعت البايك. برافو عليك يا برافو عليك يا حمزه. بالظبط كده. هكتب ال5 اوفر ال60. يبقى انا يا اولاد اي بروبابيلتي بكتب النمبر بتاع الحاجه اللي انا عايزه البروبابيلتي بتاعتها اوفر التوتال. تمام 5 اوفر 60. طب هسيبها كام ده؟ لا مش هسيبها كده. هعمل ايه؟ 5 اوفر 60. ايه التيبل اللي موجود بين 5 و 60؟ تيبل 5. هعمل ال5 ديفايد 5 هيديني 1. ال60 ديفايد 5 هتديني 12. يبقى 1 اوفر 12. تمام نرجع تاني لاخر واحده اللي هي ايه؟ البرايفت كور. عايزه البروبابيلتي للبرايفت كور. عايزه البروبابيلتي للبرايفت كور هيبقى 10 اوفر 60. برافو عليكم. برافو عليكم. لا في حد كتب غلط. ملك احمد قاسم كاتبه 19. جبتيها منين؟ احنا مفيش 19 قصدك 10. 10 اوفر 60. 10 اوفر 60. 10 اوفر 60. برافو يا جنى. ياسين كله تمام. تمام 10 اوفر 60 هسيبها كده. لا اطير الزيرو مع الزيرو هيتبقى لي مين؟ ال1 اوفر 6. طيب اللي مش فاهم الجزء ده يقول لي مش فاهم انهي جزء فيه. يلا لو في حد مش فاهم حاجه يقول لي انا مش فاهم. ده أول حاجة في البروبابيلتي. البروبابيلتي بتاعة الحاجة أعمل إيه؟ بجيب النمبر بتاع الحاجة اللي عايزة البروبابيلتي بتاعتها على التوتال. الفوت خدت رقم الفوت على التوتال. عايزة الدين. عايزة الدين إيه اللي مش فاهمه يا بابا؟ ممكن توضح لي؟ وهنا إيه اللي مش فاهماه؟ أنهي جزء؟ بقول تاني إن أنا لما أجيب البروبابيلتي عايزة البروبابيلتي أول كلمة قالها لي أنفوت هاخد الرقم على بتاع الفوت ده اللي انا بتكلم عليه تاني. وكل الستودنتس بكام؟ ب 60. هو قايل لي اهو ان هم ب 60. لو مش قايل لي اعملهم كلهم بلس هيطلع 60. تمام يبقى اعمل 10 اوفر 60 ده الاون فوت. طب عايزه البايك البابليك ترانسبورت هاخد ال 15 اوفر ال 60. طب عايزه التاكسي هعمل ال 20 اوفر ال 60. طب عايزه البايك هعمل ال 5 اوفر ال 60. طب عايزه البرايفت كور هعمل ال 10 اوفر ال 60. بالنسبة لعز الدين وهنا فهم ولا لا؟ عز الدين ايوه انت قلت لي الزيز بارت. طيب اوكي كده عز الدين الكلام مع عز الدين وهنا اللي جزء اتفهم ولا لا؟ تمام هنا قالت لي
طيب تمام يا عز الدين. طيب نشوف اللي بعده. طيب هنا بيقول لي بقى ايه، انا عندي دلوقتي الكوين بتاعتي، الكوين عارفين الكوين، عارفين لعبة ملك وكتابة اللي كنا بنلعبها، تمام. طيب الكوين ليها كم وش؟ وشين صح ولا لا؟ واحد اسمه هيد والتاني اسمه ايه؟ تيل. الهيد والتيل، الهيد والتيل، شايفين ده الهيد وده ايه؟ التيل. طيب يبقى عايزه حاجه اسمها السيمبل سبيس. السيمبل سبيس يعني ايه اللي ممكن يظهر لي لو انا رميت الكوين، لو انا رميت الكوين بتاعتي ايه هو اللي ممكن يظهر لي؟ حاجه من الاثنين. يبقى السيمبل سبيس اللي انا بديله الرمز بتاعي اس ايكوال يا اما الهيد يا اما ايه؟ التيل، مش هيظهر لي حاجه ثالثه صح كده؟ تمام اوكي. طيب تعالوا نشوف. اوكي طيب تعالوا نشوف الرولينج. الرولينج اللي احنا فاكرين لعبه السلم والتعبان بتاعتنا، الرولينج اللي هو ده. طيب انا لو رميت الرولينج ده، لو انا رميت الرولينج ايه الحاجات اللي ممكن تطلع لي؟ ايه هو السيمبل سبيس اللي ممكن يطلع لي؟ هيطلع لي اما 1 يا اما 2 يا اما 3 يا اما 4 يا اما 5 يا اما 6. هل ممكن يطلع لي اي نمبر تاني؟ لا. يبقى ده اسمه السيمبل سبيس. يبقى السيمبل سبيس في الكوين عباره عن الهيد او التيل، والسيمبل سبيس في الرولينج هيبقى من 1 ل 6. اي نمبر في دول ممكن يطلع. برافو يا حمزه وحبيبه، برافو عليكم. تمام. طيب تعالوا نشوف هنا. لو انا بلعب ماتش، انا عندي كام حاجه ممكن تظهر او كام حاجه النتيجه ممكن تطلع ايه؟ يا اما وين، يا اما هكسب، يا اما لوز، يا اما اخسر، يا اما يحصل لي درو اللي هو هتعادل. في حاجه رابعه ممكن تطلع؟ لا. يبقى ده السيمبل سبيس. يبقى السيمبل سبيس ايه هي البروبابيلتي اللي ممكن تطلع لما ارمي الكوين حاجتين؟ لا اللي لسه داخله معلش انا ما عنديش وقت اعيد، حضرتك ممكن تتفرجي على الفيديو لما ينزل ان شاء الله، عشان بس انا عندي جزء لازم اخلصه. تمام. دلوقتي انا عندي لما ارمي الكوين حاجتين ممكن يظهروا بس، يا الهيد يا التيل. يبقى السيمبل سبيس بتاعته عباره عن الهيد او التيل اهو زي ما احنا كاتبين كده. برافو. طيب لما انا ارمي الرولينج اللي انا بلعب بيها لعبه السلم والتعبان، الضمن اللي اسمها ايه ديت، الطاوله صح كده؟ ماشي. ايه اللي هيظهر لي؟ يا نمبر 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 يا 6، مش هيظهر لي اي حاجه تاني. طيب لو انا لعبت ماتش مثلا، ايه اللي ممكن يحصل؟ يا اما هعمل هيحصل لي وين، يا اما اكسب، يا اما لوز، يا اما درو، يا اما هتعادل، يا هكسب يا هخسر يا هتعادل. دول فيهم حاجه، ده السيمبل سبيس. تمام كده اوكي، برافو عليك. طيب تعالوا بقى نشوف هنا اكزامبل نفهم منه. بيقول لك ايه؟ The opposite figure represent a سبينر. ده اسمه سبينر، عارفين اللي هي بتبقى عباره عن البتاع اللي بتلف كده، دايره بتلف كده، والسهم يا اما بيقف على 1 او 2 او 3. اللعبه دي تمام. انا عندي السبينر ده في ايه؟ كام بارت؟ 6. 1 2 3 4 5 6، يبقى هو 6. يبقى كل التوتال بتاعه كام؟ 6. تمام. طيب عايزه البروبابيلتي، ركزوا بقى معايا عشان الاسئله دي بتيجي في الاكزام كتير. عايزه البروبابيلتي بتاعت الايفن نمبر. كام ايفن نمبر عندك؟ كام ايفن نمبر عندك؟ برافو يا حمزه. كام ايفن نمبر؟ الايفن اللي هم ال2 صح وال4 وال6. 2 4 و6 يبقى كام واحد؟ 3. طب البروبابيلتي انا بكتب 3 بس؟ لا، هكتب 3 اوفر التوتال. يبقى هم 3 نمبرز ايفن والتوتال كله كام؟ 6. يبقى اكتبها ازاي؟ 3 اوفر 6. تعالوا نشوف اهو، 3 اوفر 6 اللي هو هيطلع لي بكام؟ بالهاف. تمام. يبقى الايفن نمبر اللي هيظهروا لي نص الايه؟ نص السبينر. نص السبينر هم ايفن نمبر. برافو يا حبيبه. يبقى هيطلع لي 3 نمبرز من 6. مين هم 3 نمبرز؟ ال2 وال4 وال6. طيب هرجع تاني وانتوا اللي هتجاوبوا. سوري هنرجع تاني للاولانيه اهو السبينر. تمام. طيب عايزه نمبر جريتر ذان ال2. كم نمبر هنا جريتر ذان ال2؟ كم واحد اكبر من ال2؟ كم واحد؟ ادي واحد، ادي اهو 3. 1 2 3 4. يبقى كم نمبر اكبر من ال2؟ 4. هكتب ال4 بس؟ لا، 4 اوفر 6. برافو عليكم. 4 اوفر 6 ياسين، اكسلنت حبيبه، اكسلنت. تمام. يبقى هكتب 4 اوفر كام؟ 4 اوفر 6. تعالوا نشوف اهو، هما 4 هكتبها ازاي بقى؟ 4 اوفر 6. الاثنين دول موجودين في تيبل 2، يبقى هعمل لهم ديفايد لل2. هنا هعمل 4 ديفايد 2 يديني 2، و6 ديفايد 2 هيديني 3. يبقى 2 اوفر 3. برافو يا منى. تمام، برافو عليك يا منى. تمام وحبيبه، برافو. طيب نرجع تاني شوف عايز ايه.
عايز نمبر 5 كم مره ممكن يظهر لي الفايف وانا بلف السبينر ده؟ هي الفايف موجوده كم مره؟ برافو يا حمزه، هي مره واحده، يبقى اكتب له 1 اوفر كام؟ 1 اوفر 6 وتبقى خلصت. 1 اوفر 6. برافو يا ملك، برافو يا منى، ايوه كده. يلا الباقي اللي مش شغال يشتغل. حبيبه ياسين برافو عليكم. طيب عايزه بقى يلا هن ا نمبر للزان ال1. كم نمبر هنا للزان ال1؟ برافو يا ملك، انا مش عايزه اقول الاجابه. ماشي يا منى. لا ايه ده، منى مش كاتباها صح. برافو برافو برافو. طيب تعالوا نشوف هنا كم نمبر للزان ال1، كام نمبر للزان ال1؟ اهو نمبر دي مفيش، مفيش مفيش ولا نمبر للزان ال1، مفيش. يبقى ايه؟ يبقى 0 ديفايد 6، مفيش ولا نمبر. يبقى 0 ديفايد 6 يبقى هنا ايكوال كام؟ ايكوال 0. يبقى هنا لما يطلع لي ان البروبابيلتي بتاعتي بزيرو، ده اسمه امبوسيبل ايفنت. يعني ايه امبوسيبل ايفنت؟ يعني حاجه مش ممكن تحصل. يعني انا ممكن وانا بلف السبينر ده يطلع لي نمبر اقل من ال1؟ لا يا ميس، مفيش اقل من ال1، مفيش اقل من ال1. يبقى اسمه امبوسيبل ايفنت، يعني حدث مستحيل يحصل، حاجه مستحيل تحصل، فبيبقى ايكوال ايه؟ ايكوال زيرو. يبقى الايفنت بص الامبوسيبل ايفنت ايكوال كام يا ولاد؟ خلي بالكوا عشان ده بيجي في الكومبليت، يقول لك ذا امبوسيبل ايفنت ايكوال نقط، تقول حط في النقط دي ايه؟ زيرو. الامبوسيبل ايفنت الحدث اللي مش ممكن يحصل، الحاجه اللي مش ممكن يحصل البروبابيلتي بتاعتها بايه؟ بزيرو. طيب نرجع تاني نشوف ا نمبر ليس ذان 7، كم نمبر عندك هنا في السبينر دي ليس ذان 7، اصغر من ال7، كم نمبر؟ برافو عليك يا منى. طب هاتي لي بقى البروبابيلتي. تمام، هما 6 نمبرز، يبقى احط 6 اوفر كام؟ احط ال 6 اوفر 6. برافو عليك يا منى، برافو. يبقى البروبابيلتي لازم نمبر اوفر نمبر، يبقى النمبر 6 اوفر 6. 6 اوفر 6 بكام يا ولاد؟ 6 اوفر 6 يديني 1. طالما البروبابيلتي ادتني 1، برافو عليك يا هنا وحبيبه وعمر احمد، برافو عليكم. اداني 1 يبقى اسمه سيرتن ايفن، يعني حدث مؤكد، حدث انا متاكد منه. يبقى تاني يا ولاد الجزء ده مهم جدا، ان هو الامبوسيبل ايفنت ايكوال زيرو، لكن السيرتن ايفن ايكوال 1. الحاجات دي لازم يبقى عارفينها زي اسامينا كده، الامبوسيبل ايفنت ايكوال زيرو والسيرتن ايفن ايكوال 1. تمام كده. طيب في جزء، في حاجه مش مفهومه في السلايد دي قبل ما انتقل؟ خلاص كله تمام. طيب كله اكد انه فاهم. طيب اوكي نشوف اللي بعده. هو بيقول لي ايه في النوتس دي اللي انا لسه قايلها لكم، ان البروبابيلتي بتاعت الامبوسيبل ايفن الحاجه اللي مش ممكن تحصل ابدا زيرو، والبروبابيلتي بتاعت السارتن او الشور ايفن ايكوال 1. طيب البروبابيلتي بتاعت اني انذر ايفنت بقى، الحاجه اللي انا مش يعني مش عارف هي ممكن تحصل ولا لا، حاجه انا مش واثق منها، بتبقى بتوين الزيرو وال1. تعالوا نشوف هنا الاكزامبل ده هيوضح لنا اكتر. نركز مع بعض بقى كده. انا عندي باج كونتينز ان اماونت اوف ماربلز، عندي شنطه فيها مجموعه ايه؟ مجموعه بولز، مجموعه ماربلز، مجموعه كور. سايز اند سوفتنس ذا سيم سايز اند سوفتنس، يعني نفس الايه؟ الحجم والملمس. اف تو ماربل، لو في تو بس ريد، وفي 3 ماربلز بلو، وفي 5 ماربلز وايت. تمام. A marble is selected randomly، يعني أنا هختارها كده عشوائي من غير ما أبص. أنا مش هبص فين؟ أنا مش هبص في الباج دي اللي معايا. تمام؟ وهختار كده عشوائي. طيب أنا عايزة البروبابيلتي بتاعت مين؟ بتاعت مين يا ولاد؟ بتاعت الريد. طيب قبل ما أجيب البروبابيلتي بتاعت أي حاجة لازم أعرف التوتال، لأن أنا بجيب النمبر بتاع الحاجة على التوتال، صح؟ طب هو التوتال كام؟ أنا عندي هنا في 2 وهنا في 3 وهنا في كام؟ وهنا في 5. يبقى لازم اعمل ال 2 بلس ال 3 بلس ال 5، هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 10. تمام؟ يبقى هيطلع لي التوتال 10. طيب انا عايزه مين؟ عايزه البروبابيلتي بتاعت الريد. خلي بالكم انا عندي التوتال 10. طب هم الريد كام واحده؟ تعالوا نشوف كده فين الريد؟ فين الريد؟ اهي الريد كام؟ 2. يبقى اكتب 2 بس؟ لا يا حبيبه، 2 اوفر 10. برافو ياسين، برافو منا، نوران، برافو عليكم كلكم، اكسلنت، برافو. يبقى 2 اوفر 10.
طب 2 اوفر 10 هسيبها كده؟ لا، اوصلها للسيمبلست فورم. ال 2 وال 10 دول موجودين في تيبل مين؟ في تيبل 2. يبقى اعمل ده ديفايد 2 يديني 1، وال 10 ديفايد 2 يديني 5. برافو عليكم. طيب نرجع تاني، خلي بالكم البروبابيلتي ما ينفعش اكتب النمبر بس، لا النمبر اوفر التوتال عشان ما نغلطش. تمام. طب انا عايزه البروبابيلتي بتاعت مين؟ بتاعت البلو. هم كام واحده بلو؟ تعالوا نشوف كده. 3 marbles are blue، يبقى 3 over 10. برافو عليكم ملك ومنة ياسين ونوران وحبيبة، برافو عليكم. 3 over 10 ده خلاص ملهاش simple to form لأن مفيش common table. برافو يا جنى. تمام. طيب تعالوا نشوف اللي بعدها. يلا number C. The probability that the select marble is white، يبقى أنا عايزة الوايت، ال probability بتاعت الوايت. هم الوايت كام؟ تعالوا ندور كده نشوف الوايت. الوايت 5 marbles white، يبقى 5 over 10 هنسيبها. برافو عليك يا حمزة. 5 over 10 اللي هي equal 1 over 2، لأن ال 5 وال 10 موجودين في table 5. هعمل divide 5 فوق و divide 5 للي تحت اهو. 5 هعمل هنا divide 5 يديني 1، وهعمل ال 10 divide 5 هيديني 2. برافو يا هنا، برافو يا منة. هيبقى ايه؟ هيبقى 1 over 2. طيب لغاية كده، لغاية number C احنا كلنا تمام. طب تعالوا بقى نشوف الحتة الجديدة. بيقول لي بقى ايه؟ The probability that select marble is not blue، أنا مش عايزة البلو، يبقى اختار التو نمبرز التانيين. تمام كده؟ طيب يبقى فين البلو؟ البلو أنا مش عايزاه، يبقى أخد الريد اللي هي التو، وأخد الوايت اللي هي 5. 2 بلس 5 بكام؟ ب 7. يبقى 7 أوفر 10. برافو عليكم. يبقى أما يقول لي نوت بلو، يبقى أنا مش عايزة البلو، يبقى أخد التو نمبرز التانيين أعملهم بلس على التوتال. برافو عليكم. برافو يا أروى، برافو يا نوران، برافو يا سلمى. أيوه كده، يلا نشتغل مع بعض. طيب تعالوا نشوف آخر حاجة. عايزه البروبابيلتي بتاعت البلو اور الوايت، يعني حطي البلو على مين؟ على الوايت. طب هو البلو كام؟ البلو 5 لا الوايت 5، والبلو كام؟ 3. يبقى اعمل 5 بلس 3 يبقى 8 اوفر 10. برافو يا ملك. بس حطيها في سمبل ستوب فورم بقى. ال 10 ال 8 وال 10 ال 8 وال 10 ايوه ال 8 وال 10 هيبقى السمبل ستوب فورم بتاعهم اهو ايه؟ 8 و 10. مش دول موجودين اهو زي ما انا بشاور لكم اهو؟ دول موجودين في تيبل ايه؟ 2. هعمل دي ديفايد 2 يديني 4، وهعمل ال 10 ديفايد 2 يديني 5، يبقى 4 اوفر 5. علي شريف مش فاهم اخر حته اللي هي انهي. طيب بص يا علي، هقول لك اخر حته تاني. نمبر دي هو بيقول لك انا مش عايز البلو يا علي، ركز معايا. انا بتكلم دلوقتي علي بعينه، يعني هو اللي مركز معايا قوي عشان هو الوحيد اللي قال لي انا مش فاهم الحته الاخيره. مش عايز البلو يا علي، يبقى انا هاخد ايه؟ انا عندي البلو في لونين تانيين صح، اللي هم مين؟ ال2 بتاعت الريد وال5 بتاعت الوايت. هعمل ال2 بلس ال5 وهسيب خالص مين؟ البلو اللي قال لي ان انا مش عايزها، يبقوا 7. يبقى 7 اوفر 10. ماشي. طيب اخر سؤال برضو الاسراء. طيب هو بيقول لي ايه؟ عايز البلو والوايت. طب بلو وايت، هاخد الرقمين بتوع البلو والوايت اشوف كده البلو بكام؟ ب3، والوايت بكام؟ ب5. اعملهم بلس بعض، يبقى انا هاخد ال2 نمبرز بتوع التو كلر اللي هو حددهم لي. يبقى 3 مع ال5 يبقى 8. 8 اوفر 10. برافو يا رودينا. انا رديت عليك يا اسراء، انت عماله تقولي يا ميس روديو، انا رديت عليكي وقلت اسراء بتقول اخر سؤال وعدته تاني اهو. قلت هاخد التو نمبرز بتوع الايه؟ التو يلو اللي هو التو كلر اللي هو كاتبهم، هاخد البلو اعملها بلس الوايت هيطلع لي 8. يبقى 8 اوفر التوتال اللي هو 10. طيب بالنسبه لعلي شريف وبالنسبه لاسراء كده تمام؟ يردوا عليا هما الاثنين دلوقتي. برافو يا حمزه، برافو عليك. برافو يا هنا. رودينا برافو عليكي، بس حطيها في السمبل ست فورم. انت عاملاها 8 اوفر 10، حطيها في السمبل ست فورم بقى. ايه الكومن تيبل بين ال 8 وال 10؟ ماشي يا علي. نعم يا اسراء. يا ميس نعم. تمام. طيب. اللي فهم معايا بقى يلا بسرعه عشان ايه؟ نشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي. يلا عايزاكوا بقى تعملوا لي اللي تشوز ده. يلا كده. The probability of the certain even. برافو عليكوا. ايوه كده، ايه الشطاره دي؟ ما شاء الله. حمزه وملك ونوران وكله حل صح، كله. احنا قلنا certain even equal ايه؟ equal 1. يبقى هتبقى الاجابه الاولانيه كام يا اولاد؟ 1. يبقى هتبقى الاجابه الاولانيه هي مين؟ ال 1. تمام. طيب تعالوا نشوف. The probability that the elephant fly، احتمال ان الفيل يطير. في probability ليها هتبقى
زيرو. زيرو، برافو. طيب يبقى انا عندي هنا الزيرو. طيب as touching a الكوين، لما انا ارمي الكوين عايزه البروبابيلتي للهيد، الهيد هتظهر كم مره؟ الهيد هتظهر كام مره؟ اهو 1 over 2، برافو عليكم. هتظهر مره واحده من التوتال كام؟ 2، هيبقى 1 over 2. طيب دلوقتي لو انا عملت الدايس اللي هو الايه الزهر اللي انا بلعب بيه، قلنا السلم والتعبان، عايزه البروبابيلتي بتاعت الاود نمبر، كم اود نمبر هلاقيه؟ ال1 وال3 ومين؟ وال5. يبقى 3 نمبرز، يبقى 1 over 2، برافو عليكم. 1 over 2، نص نص الدايس، الداي ده نص الداي هلاقيه ايفن، وخلي بالكم نص الداي هلاقيه اود. ماشي. طيب بيقول لك ايه، انا عندي كلاس فيه 24 بيوبلز، في منهم 9 اوف ذيم بويز والباقي مين؟ جيرلز. عايزه البروبابيلتي بتاعت الجيرلز. طيب انا عندي ال 24، اعملها ايه؟ اعملها ماينس المين ال 9 عشان يطلع لي الناتج بتاع الجيرلز. يطلع لي كام اوفر كام؟ يعني انا هعمل ال 24 ماينس ال 9 يطلع لي كام؟ 15. يبقى 15 اوفر 24. طيب ال 15 وال 24 موجودين في تيبل كام؟ في تيبل 3. طيب ال 15 هتبقى 5 وال 24 هتبقى 8، يبقى 5 اوفر ال 8. تمام؟ 5 over 8، برافو يا سلمى، برافو يا. برافو عليك ونوران، برافو عليك يا اولاد. طب تعالوا يا اولاد شوفوا اخر واحده بقى دي. تمام، بيقول لك probability of the student succeed in a exam is 9 over 10، يعني الولاد اللي نجحوا في الامتحان هم 9 من ال 10. يبقى الولاد اللي فيلد كم من ال 10؟ 1، برافو عليكي. 1 over 10 اللي هي 0.1، خلي بالكم هي في التشوز هنا مش مكتوبه لكم 1 over 10، هي مكتوبه لكم بيت ديسيمال، يبقى انا هختار مين؟ 0.1، برافو عليكم. 0.1 اللي مش عارف، اللي مش فاهمها مش عارف يجيبها كده على طول، بعمل ايه؟ بعمل ال 10 بلس ال 9، يعني بعمل التو نمبرز اللي فوق واللي تحت دول ماينس، هعملهم ايه؟ ماينس، هيديني 1. طب وانا في البروبابيلتي بكتب 1 بس؟ لا، بكتب 1 وتحت مين؟ بكتب التوتال اللي هو 10، يعني 1 اوفر 10. ملك بعيدها تاني، بيقول لك عدد الولاد اللي نجحوا في الامتحان 9 اوفر 10 السكسيس، تمام؟ 9 اوفر 10. طيب عايزه اللي سقته كام؟ لما انا عندي هم 10 ونجحوا منهم كام؟ 9، يبقى اللي سقته كام؟ 1 بس اللي ايه؟ اللي حصل له الفيلينج، يبقى 1 اوفر 10. طيب 1 اوفر 10 هاجي هنا في التشوز مش هلاقي 1 اوفر 10، هلاقيها مكتوبه ازاي؟ 0.1، هلاقيها 0.1. تمام؟ طيب في حد مش فاهم اي سؤال في التشوز ده يكتب لي النمبر بتاعه. يعني نمبر 1 معانا 2 3 4 5 واخر واحده الستار، ممكن تعيدي اخر واحده؟ حاضر يا حمزه. هو بيقول لك يا حبيبي ان دلوقتي انا عندي البروبابيلتي اوف ستودنت سكسيد، تمام، اللي نجحوا في الامتحان 9 من التوتال كام؟ 10. اللي نجحوا 9 والتوتال بتاعهم كام؟ 10. يبقى كام واحد سقط؟ هو اتبقى من ال 9 كام عشان يبقوا 10؟ 1. يبقى اكتب له 1 اوفر 10. 1 اوفر 10، تمام، 1 over 10. انا خلصت المنهج يا ملك. مش حضرتك في درس كام ايه؟ انا خلصت المنهج خلاص يا حبيبتي. نمبر 3، حاضر. بيقول لك ايه؟ لما انا ارمي الكوين، الكوين ده الوشوش بتاعته كام وش؟ هو ليه وشين، يبقى انا عندي التوتال 2، تمام كده؟ التوتال 2. طيب الهيد، لو انا رميت الكوين كم مره هتظهر لي الهيد؟ هي الهيد مكتوبه كم مره في الكوين؟ مره واحده، يبقى مره واحده والتوتال كام؟ 2، يبقى 1 اوفر 2. العافيه يا ملك، 1 اوفر 2. 1 اوفر 2. طيب لو جيت قلت لكم التيلز، لو انا رميت برضو الكوين وعايزه البروبابيلتي بتاعت التيلز هتبقى كام؟ هتبقى برضو 1 اوفر 2، لان التوتال بتاع الكوين بتاعتي هم وشين، يبقى التوتال بتاعها 2، تمام، والهيد 1 والتيلز 1. يبقى انا عايزه الهيد هيبقى 1 اوفر 2، عايزه التيلز هتبقى 1 اوفر 2.
number two. مين؟ number five يا حمزة. number five. طيب هو بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن في كلاس عبارة عن 24 pupils. هم كلهم التوتال 24. 9 منهم boys والباقي girls. طيب عايز البروبابيليتي بتاعت مين؟ بتاعت الجيرلز. طب هو انا عندي النمبر بتاع الجيرلز؟ لا، هعمل 24 ماينس 9 هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 15. طيب ال 15 دي هعملها ديفايد كام؟ ديفايد 24. ال 15 و24 عشان احطهم في السمبلست فورم الاثنين موجودين في تيبل 3. هعمل ال 15 ديفايد 3 هيديني 5 وال 24 ديفايد 3 هيديني 8 هتطلع 5 اوفر 8 بالظبط يعني. برافو عليك. طيب ملك نمبر 2. نمبر 2 حاضر يا ملك. بيقول لك ايه هي البروبابيليتي بتاعت ان الاليفنت فلاي؟ هو ممكن الفيل يطير؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه امبوسيبل ايفنت، صح؟ واحنا قلنا ان الامبوسيبل ايفنت البروبابيليتي بتاعها ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. تمام؟ تمام؟ اسمع بقى ان كله اوكي كده؟ مالك، شكرا يا حبيبتي. لا احنا نوران احنا خلصنا المنهج كله حبيبتي. تمام تمام. اللي مش فاهم حاجه كله تمام. ماشي يا حمزه. طيب لو في اي جزء مش فاهمينه قولوا لي عليه. ماشي يا مصطفى، شكرا يا حبيبي. طيب كده كله كاتب لي ان كله اكسلان. طيب انا هسالكوا سؤال وهتجاوبوا لي عليه، مش كده؟ من غير اي كتابه ولا اي حاجه هسالكم كده. طيب عندي البروبابيليتي اوف امبوسيبل ايفنت ايكوال نقط. اكتبوا الاجابه بسرعه. البروبابيليتي اوف ذا امبوسيبل ايفنت ايكوال. برافو ياسين، هنا، نوران، اكسلنت، حمزه، جانا، برافو منا، برافو عليكم. طيب طيب البروبابيليتي اوف ذا سيرتن ايفنت. بسرعه. برافو عليكم، اكسلنت كلكم. انا بس مش عايزه اقول الاسامي عشان ايه ما انساش اسامي حد وحد يزعل. كله مجاوب صح. طيب لا جنى ركزي، لا انا عايزه دلوقتي السيرتن. في ناس ملخبطه وكتبت السيرتن زيرو. خلي بالكم يا اولاد، السيرتن ب1 والامبوسيبل بزيرو. طيب لو انا عندي كوين وعايزه البروبابيلتي، ماشي، عايزه البروبابيلتي بتاعت الهيد هتبقى كام اوفر كام؟ بسرعه. برافو عليكم نوران، سلمى، حبيبة، تمام، نوران تاني، وعلي، برافو عليكم كلكم. طيب لو أنا عندي برضو كوين وعايزة البروبابيلتي بتاعت التيلز هتبقى كام؟ هنا برافو حمزة، برافو، برافو عليكم يا أولاد، برافو الكل. لأ منا نركز. طيب تعالوا نشوف تاني. لو أنا عندي دلوقتي مثلاً انا عملت الداي، عارفين الداي ده اللي هو من 1 ل 6، تمام تمام، الداي اللي هو من 1 ل 6، تمام. انا عايزه البروبابيلتي بتاعت الايفن نمبر، عايزه البروبابيلتي بتاعت الايفن نمبر. الايفن نمبر برافو عليك، بس حطها في سمبلست فورم. تمام. لا ياسين ركز، برافو عليكوا الناس اللي كاتبينها 3 اوفر 6، برافو عليهم. 1 over 2 برافو عليهم، لان 3 over 6 هي في السمبلست فورم بتاعها 1 over 2. برافو يا ملك، برافو يا اروى حبيبه، برافو هانا، برافو. يبقى 1 over 2. يبقى خلي بالكم يا اولاد في الداي ده، الداي اللي هو من 1 over 6 اللي انا هرجعها لكم تاني اهي عشان تبصوا معايا عليها. نرجع لها. انا عايزاكم تشوفوا الداي اهي. يبقى انا عندي الداي دي اللي هي من 1 اوفر 6، لو انا عايزه الايفن نمبر هتطلع هوف، ولو عايزه الاود نمبر هتطلع هوف. يبقى في حاجات ثابته كده في دماغي، الايفن نمبر هتطلع هوف والاود نمبر هتطلع ايه؟ هتطلع هوف. انا بعيد تاني عشان الناس اللي دخلوا متاخرين. تمام. طيب بالنسبه للكوين قلنا برضو الحاجتين اللي ممكن يظهروا لي هم الهيد والتيل بس. يبقى التوتال بتاعه 2، عندي بالنسبه للداي التوتال بتاعه 6 لان هم 6 ايه نمبرز اللي ممكن يطلعوا بس. طيب خدنا برضو بتاعه الماربل، قلنا الماربل باخد عدد الحاجه اللي انا بتكلم عنها، النمبر بتاع مثلا لو قال لي ريد يبقى نمبر الريد على التوتال، نمبر الجرين على التوتال، نمبر اليلو على التوتال، يعني حسب الايه النمبر اللي انا بتكلم عليه. لو قال لي نوت بلو زي ما قال لي هنا